وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة ووقفة أخيرة مع مصطفى المزاد. شكرا من جديد دينا وشكرا أميرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة نتعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد وبارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأ من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 16 والجو فيها معتدل. في الإسكندرية 23-14 والجو أيضا فيها معتدل. في مطروح 22-12 والجو فيها أيضا معتدل. وفي بورسعيد 22-18 والجو معتدل. وفي الإسماعيلية 24-14 الجو فيها معتدل. في محافظة السويس درجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة وفيها الجو معتدل. في العريش 23-14 والجو فيها حار. في طابة 24-16 والجو فيها معتدل. في شرم الشيخ 28-18 مائل للحرارة. وفي الغردقة 29-16 والجو فيها أيضا مائل للحرارة. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة والجو هناك مائل للحرارة. في أسوان 29 درجة والصغرى 15 مائل للحرارة. في الوادي الجديد 28-13 والجو فيها أيضا مائل للحرارة. في شلاتين 27-21 معتدل. وأخيرا في حلايب 26-22 والجو فيها معتدل. الآن متابعينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.